السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم بانكيك بالشوكولات، كيجي زوين بزاف وبغرير، حتى هو كيجي غزال بحال الشهده، متشبعوش منه، رائع. نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هانتوما كتشوفوا بغرير، شوفوا كيف كيجي، كما قلت لكم كيجي زوين ما شاء الله. وهذا بانكيك الشوكولات كيجي حتى هو زوين بزاف. هانتوما الشوكولات من الداخل، راه كيعجب الوليدات الصغار بزاف، ونصح الماركه اللي قلت للمدرسه. صافي دابا غادي ندوزو للطريقه نتاع التحضير. نبداو بانكيك ومن بعد نديرو بغرير. عندنا طحين على حسب الخليط، عندنا نص كاس نتاع الزيت، عندنا نص كاس نتاع سنيدة، كاس نتاع الحليب عامر، عندنا 3 نتاع البيضات، خمارة وحدة حمراء وحدة فانيا، قبيصة نتاع الملح. دابا غادي نبداو. المهم نص كاس نتاع الزيت راكم شفتو. صافي غادي نزيدو دابا الحليب، نضربو مزيان. غادي نضيف خمارة حمراء، من بعد غادي نبقى نضيف الطحين على حسب الخليط. كما قلت لكم خاصو يجي ماشي قاصح، خاصو يجي خفيف تقريبا بحال الخليط نتاع بغرير، كيجي زوين بزاف هاد البانكيك، خصوصا كما قلت لكم الوليدات الصغار كيبغيوه بزاف، هكا يصلح لهم هكا للمدرسه، الكوتي نتاع المدرسه، وحتى الكبار كيعجبهم. صافي دابا انا غادي نبقى نضيف الطحين، وغادي تشوفوا الخليط كيفاش غادي يكون ديالو، تقريبا بحال الخليط نتاع بغرير. ديال بغرير او لا مسكوته، ما خصوش يجي جاري بزاف وما خصوش يجي قاصح. كندير هاد الشوكولاط هذا سميتو باطوني، اللي كيديروه في كرواسا، هما اللي كيديروه في كرواسا، هما اللي المخابز، كيجي ساهل
كنوضعوه بهذا الشكل بهذه الطريقة هذه في الوسط. راه حتى ما غاليش هاد الشوكولات صراحة، كيطيح حتى اقتصادي. يلاه البكية فيها مزيان، كمية معقولة، شي 11 درهم كيدير. دابا كنضيفو العجين من الفوق الخليط ديالنا، ولكن ماشي بزاف، غير باش كيتغطى لنا داك الشوكولات واحد شوية، ما كنكثروش. صافي غير كيتغطى لنا الشوكولات، صافي ما كنزيدوش الخليط. صافي هكا كنبقاو حتى كنكملو الحبات ديالنا. ملي كطيب لنا من الجهة لتحت كنقلبوها، كنبقاو كنقلبوه على هاد الشكل هكا، كيتحمر لنا مزيان. صافي وكيطيب، وكنحيدو دغيا كيطيب. دابا غادي نزيد ندير وحدة أخرى قدامكم. غادي نبقى هكا حتى نكمل الخليط ديالي، وغادي ندوز باش نوجدو معكم بغرير. بغرير ما غاديش نديرو انا، غادي ديرو اختي، من يد اختي الصغيره هي اللي غادي دير لكم بغرير. كيجيها زوين بزاف بغرير، قلت لها اختي انتي ديري لي بغرير، الله يخلي لها صحتها. وقالت لي واه ما رضاتش عليه في وجهي. ها هي كتحتاج عندنا زلافه عامره مزيان تاع فورس، هي غادي دير زلافه تاع القمح، زلافة وشوية، زلافة ونص. دارت في الأول زلافة الفورس، وزادت زلافة ونص نتاع القمح، القمح أكثر من الفورس. صافي غادي دير الخميرة حبيبات أو المعجونة اللي كان عندكم، جوج معالق كبار مع الحل بارد، الملح على حسب الذوق. دير سنيدة، كتعرفو سنيدة خصو باش يتحمر شوية. غادي دير جوج خمارات حمر، كديرو غير باليد، الطريقة نتاع اليد، كيجيها زوين بزاف. أنا وخي كنديرو صراحة ما كيجينيش زوين بحالها، ولكن هي تبارك الله كيطلع لها غزال، وقلت شارك معكم الطريقة ديالها. صافي مع الماء دافي، صافي هادشي اللي غادي نحتاجو، الماء دافي. صافي كتبقى كتجمع هكا شوية العجين، ما خصهاش تجريه، ما كتجريش في الاول، قاصح شويه، وكتبقى كتزيد الماء غير بشويه. انتما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش كت بيدها كتدلكوا. هانتوما شفتو الطريقه باش غير بحال كتخبطو بيدها مزيان.
صافي من بعد دابا غادي تكمل وغادي نديروه نخليه يخمر غير واحد 10 دقائق ماشي بزاف. وحنا رحنا انا استعملت غير الفينو العادي ماشي الفينو الغالي ولا اللي بغى يدير ديال القمح يشوطو مزيان ويديرو. ها نتوما من بعد ما خمرنا بغليه ها هو كيبان لكم القوام ديالو كيفاش جا. كلكم راكم تبارك الله كتعرفوا الخليط ديال البغليه كيفاش كيكون. حنا غير بغينا نشارك معكم الطريقه ديالها بالنسبه للمبتدئات اللي مازال ما كيعرفوش هكا كاين البنات اللي يلاه بادين. صافي بهذه الطريقه هذه كتبقى تطيبوا والمهم انها كتبرد المقله شويه لما كتطيب بغرير كتحيد وتولي تعاود دير بغرير اخر في المقله كتبرد شويه المقله. صافي وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكملوا بغرير ديالنا كامل. هانتوما البنات هو وجد معنا بغرير درنا هذا الحجم كبير مقله متوسطه جا زوين لا الحجم الصغير ولا الحجم الكبير. هذه في التالي بقات لها جات صغيره ها هو وهذا الحجم الصغير اللي درنا في المقله قدامكم قيل هذيك اللي فيها دوك الحفيرات كيجي بصراحه مقادين كيجي هكا صغيور كيجي زوين. وهذا البانكيك اللي درت معاكم كيجي حتى هو زوين. هانتوما شوفوا كيف كيجي الشوكولاط فيه من الداخل هذاك الشوكولاط اللي قلت لكم تاع اللي كيستعملوه صحاب المخابز سميتو باطوني راه صراحه كيطيح اقتصادي وكيجي زوين. كنتمنى يعجبكم الفيديو والاطباق اللي وجدنا لكم بغرير من يد اختي بانكيك درت لكم انا. كنتمنى يعجبكم بزاف الفيديو وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه. ما تنساوش لايك واشتراك. شكرا لكم بزاف حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلامه عليكم.